يعني 20 سنة بهالوظيفة بحياتنا ما نمنا زعلانين من بعض. الله يديم المحبة. آمين. كيف الشغل يا جماعة؟ الأمور كلها تمام وما ناقصنا غير رجعتك يا أخي أبو عامر. الله يخليك. والله ليك لأخوي ليك، وحياة الله وحياة الله. البلد لأبو عامر معتمة بلاكة. البركة فيكم، أهلا وسهلا. إي والله يا أهلا وسهلا. خليت علينا البركة. أهلين عمي أهلين. يسلموا دياتك. الله يسلمك. قل لي شو عمي؟ كيف تحضيرك للفحص؟ أفي أحسن من هيك؟ يعني معقول يوطي راس بي قدام العالم؟ حبيبي. ترى العلمي بده هز كتاف. ها ونحن قد ترباية أبو عامر. أبو عامر سهراني. إيه يا أبو العز. تفضل تفضل. كيفك يا عمي؟ أهلا عمي شريف. يعطيك العافية. الله يعافيك. كيفك يا وادي؟ أهلين يا أبو العز. أهلين وسهلين على راسي والله. كيفك يا أم عمي؟ أهلا أهلا فيك. أبتشرب شاي؟ منيحة. بدها سؤال عمي عمي. وهي أحلى كاسة شاي لأحلى أبو العز. الإخوان يا أبو العز رفقاتي بالشغل. أهلا أهلا أبو العز. من خيرة شباب الضيعة. شباب شو يا زلمة؟ القبر صار معلق بكتافنا. بقول لي شباب. طول بالك يا زلمة، ساعتنا شباب. شباب؟ قال شباب شو ما تقول أنت يا زلمة؟ هي أبو عامر من جيله جلطوا قلبه وبقي له يومين بهالحياة. فلا الله ولا فالك. لك شوفوا شو يا زلمة، مثل شوندرة وصحته على العقل. شوندرة؟ شو بدنا نكذب على بعضنا؟ شوف وجهه، الجلطة ذبحته ذبح، وجهه مقطر موته تعتي. شو حالك يا زلمة؟ جاي تخوف لنا أبو عامر؟ لك ما شاء الله وشه مثل قطفة الحبق. هلا قبل ما انسى، حدا قرا منكم جرايد اليوم شيء؟ خير شو الموضوع؟ لك قال هذا برا بالبلاد الاجانب هذا مايكل جاكسون بيغني، قال بده يعمل عمليه ويصير مرة. العمى وحياه الله شغله بتحط العال بالكف. شو ما تحكي هنا؟ يعني هذا اللي ما تقول اسمه هو كان يعني رجال بده يصير مرة بتصير يعني بتصير؟ والله ما بعرف، هيك انا قريت بالجريده والله انا ما بعرفها. يا اخي والله ما في احسن من اللي اختاره رب العالمين. صحيح بالله. هلا خلونا نرجع لموضوعنا. شو خيتي يا مامي؟ بده يضل وجهه كثير على الحالة بعد الجلطة؟ وكيف صار بيا؟ الحمد لله صار أحسن. يعني ما يقوم وماشي حاله؟ اي والله. دخيل اسمه هالرب قدره لطاف. يا سيدي الحمد لله على سلامته. بالله ضليت ادعي له 5 أيام. اشتقت لي. وأنا طق قلبي حتى أشوفك. يا الله إمتى رح أقدر أشوفك على راحتي وبدون خوف؟ وقت بتجاوب تخطبني. إيه علينا، يعني لسه 5 سنين. ولشو؟ بدي أدرس جامعة. ولشو بقى الجامعة؟ قرت شبك، معقولي ما كمل دراستي؟ هو ده لك أنا شو نفع لقي؟ هلق أنت ما تحكي هالحكي. إيه هنا روح لاقي لك وظيفة واشتغل بالأرض. هلق بشرفيك بتتجوزي فلاح ولا مهندس؟ هنا أبهمني بهمني نكون مع بعضنا بأسرع وقت. وأنا هذا اللي كاسر لي ظهري. بدي نتجوز وبدي كمل دراستي وحليها إذا بتحليها. طيب وشو الحل؟ لوقتها فراش. كيف تحضيريك؟ إيش الحال؟ برسب بالجغرافيا يمكن. وبالإنجليزي والعربي؟ هلق بالإنجليزي بجيب حد الكسر وبالعربي منيح. يا مهتم بأحوالي. خلصنا بقى. قلت لك قصة بي ما خلتني أعرف الشرق من الغرب، وقصة بو بسام كمان. بعدين أنت بتعرفي أنا بهتم أو لا. يعني بلا من كتر معناك مهتم بدك تروح وتتركني 5 سنين. والله لو الشغل بإيدي أبي تركك دقيقة وحدي. عامل الله يخليك ما تتركني. ولك مجنوني أنت، بترك عمري وأبي تركيك. طب لا تروح تقرأ بالجامعة. هلأ لا تشغلي بالك بالموضوع، قومي صار لازم تنزلي. ولا شو بقى؟ لازم تقرير الفحص. ولك حافظة كل المواد. بدك تنجحي. أنا أحب الكسلانات. يلا طيب ماشي، بس ما تطول علي. إيه ما رح طول ومثل العادي، بس بقدر شوفي رح أنقف لك بحصة. بدك شيء؟ بدي تضل تحبني. ولك بحبك ورح ضل بحبك. شو بقول لك إياها بصوت عالي يعني؟ لا شو خلاص. لا بدي قولها. ولك بفيقوا العالم. صباح الخير. شو المخبايات لابنك ما هي؟ نقصتني يا زلمة. أودي السودة تبع الغداء. طيب صبي ما يقرأ ليل نار وعنده فحص، معقول يعني ما غزي؟ طيب احسب حسابي وأنا كمان مريض. الدكتور قال أرسل تاكل دسم بتضر ولا قلبك؟ هلا يعني خايفة على قلبي ولا على السودة؟
خايفة على قلبك يا قلبي. مرات اش بدي يتعشى؟ كرم عينك. هلك بعمل لك أحلى عشاء. يلا. يا أحلى أم بالدنيا كلها. سلام صحة وهنا حبيبي. بتضل حبة فيروز النهار هني. هذه فيروز شغل كبير بحب الدنيا لأني بإحساسها. بس حلو الصبح. هلق بالراديو قالوا حطوها غير الصبح. قام العالم فكرة شو إنه هي بتنسمع غير الصبح. هلق فأنت بتفهم أكتر من الراديو. بفهم أكتر من الراديو ومن التلفزيون كمان. ما أنا مهندس. إن شاء الله يا رب بس تصير مهندس بتصير بتفهم قدن كلي. بدك شيء؟ بدي سلامتك. عشا مني حبيبي. ترى هاي بدها غزة. الله يخلينا يا ياكل. درسنا اليوم بالاعراب رح نعرب الجملة التالية. نحن الواقفين على خطوط النار. نحن دائما مطالبون بالتعليل النحوي في الامتحان. يعني ما لازم أقول أكل فعل ماضي وأسكت. لازم أقول أكل فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة على آخره. هذا الشو إذا كانت ظاهرة. أما إذا كانت مقدرة فلازم أذكر هالشي وين؟ بورقة الامتحان. وهلأ مين بيعرب لي جملة نحن الواقفين على خطوط النار؟ ميرمين. نعم استاذ. قربي لي لنشوف. نحن الواقفين على خطوط النار. نحن ضمير رفع منفصل في محل رفع مبتدا. حلو. طيب الواقفين. هلق الواقفين شو بدها تكون هاي؟ الواقفين خبر. خبر؟ لو كان الخبر كنا قلنا الواقفون وليس الواقفين. نيرمين لا تشردي مرة ثانية وخليكي معلها. الفحص الأسبوع الجاي وأنا كرم أخلاق مني عم راجع معكم. حاضر استاذ. يلا شوف خبر واحد قاعد مين بيعرف؟ فرجودي رفع الايادي. غادة يلا قربي لاشوف. ليش ما انك بتنتبهي على المراجعة؟ والله بعرف نص الدرس بلاقي حالي بأحلام. كيسي الأحلام ها؟ ايه بس مو بالدرس. هلق بالدرس ولا بضيع؟ بالله المطق قلبي. صحيح هو آخر يوم بس تقلبي ماني مصدقة امتى يخلص. حضرت امي؟ حضرت يعني باليوم ما اقرالي هيك شي ساعة. بس ساعة؟ يقطعك الله كيف بدك تنجحي؟ شو شغلي بدها بساعة؟ خلص ساعة. قد انا بقرا 5 و6 ساعات قد ودورني ما افهم. لانك تصي. تصي؟ ايه بكرا منشوفك عبقرية زماني. ماني عبقرية ولا شي. انا ابدي على ماما. مهم انجح وبس. ست الله لا يضيع لنا تعب. ليه فوجا نروح الصف؟ قومي